الحمد لله احنا بادين استعداداتنا من الان للبطوله، جميع التجهيزات جاهزه وعلى اكمل وجه، وعندنا تنسيق دائم مع الاتحاد الدولي لكره السله، والحمد لله الامور ماشيه على ما يرام، وراح تقام البطوله في وقتها ان شاء الله في كتارة، وكل الاستعدادات جاهزه، ما ينقصنا الا شوفه الجماهير ومتابعه الأحداث إن شاء الله. استعدادات المنتخب القطري المشارك. المنتخب القطري بطبيعة الحال حيبدأ الاستعداد قبل انطلاق البطولة، وإن شاء الله يعني جاهز للمنافسة. كابتن موسى يشارك أم اعتزل دوليا؟ لا إن شاء الله حيشارك. شكرا جدا لك. اهلا بكم الى هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمناسبه قامت النسخة الثانية ثلاثة على ثلاثة. Welcome to this press conference on the occasion of the second edition.